صباح الخير يا حكيم. صباح الخير يا شمس. اقعد. تشرب ايه؟ لا مش هقدر. خلاص سيجارة. عامل ايه؟ كله تمام. ايه الاخبار؟ طمني انت. ان شاء الله تكون حفلة السفارة كانت لطيفة. مش بطالة. نفس الكلام اللي بيتقال كل مرة. والامريكان عمرهم ما بيدوا عقود نافع زي ما انت عارف. بس كان واضح من كلام القنصل بتاعهم ان هم مهتمين قوي بالوضع في سوريا. وعاملين استعدادهم كويس. قول لي انت الجديد، عملت زي ما قلت لك؟ اتصلت بسياده الفريق جمال الفيصل؟ اتصلت بيه وبمحمد الاسطنبولي في دمشق. والفيصل طلب مني ان انا اسلمك التقرير ده يدا بيد. عظيم. بيقولوا في حاله استنفار من الضباط السوريين نتيجه تعرضهم للضباط المصريين. عايزين يعني يقولوا في حاله تمييز بين القوات. تمييز؟ يعني ايه تمييز؟ ان كان قائد الجيش الاول هو الفريق جمال الفيصل. الراجل البطل. صاحب اعظم مناوره في تاريخ الجيش السوري كله. هم عايزين ايه؟ مش مكفيهم يا شمس؟ من الواضح ان في شخصيات بعينها. من الواضح كمان ان الشكاوي دي من ساعه وجودك هناك. اه. دي اغلبها اسامي من اللي انا طلبت نقلهم. بالظبط. ال 1400 ضابط اللي انت طلبت نقلهم لسوريا. انت فاهم قصدي من موضوع الفيصل ده؟ طبعا يا شمس. الضباط بتوعنا هناك عمرهم ما يتابعوا معاه زي ما كنت انا متابع ساعه ما كنت قائد الاقليم كله. دي حاجه واضحه. سامحني يا حكيم، انا كنت عايزك تراجع نفسك في موضوع الاستقاله ده. وجودك كحاكم في سوريا كان مخلي الاطراف كلها تحت ايدينا، ومتابعه الجيش ومتابعه الاصلاح. جايز كان في شويه مشاكل يعني من وجهه نظر الرئيس، بس المشاكل اللي بنشوفها دلوقتي لا ما شفناهاش قبل كده. انا حاليا ما اقدرش ارجع في استقالتي يا شمس. طول ما الاسم السراج ده موجود بمنهجه وبسياسته انا استحاله ارجع دمشق تاني. بالمناسبه هو موجود في مصر. نعم. وصل امبارح بالليل وطلع الرئيس، وحسب معلوماتي يعني انه اول ما وصل كان عنده. جاي ليه؟ اكيد الرئيس كان بيطمن على الوضع هناك وبيدرس نتائج التأمين. اه. على فين يا حكيم؟ التقرير ده لازم يوصل لجمال حالا. لازم يواجه السراج ويحط له حد. انت ما تعرفش الكلام اللي بيتقال في الجيش ايه يا شمس؟ اتفضل.